السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. في بداية هذه الحلقة بنبارك وبنهنئ نادي الزمالك بفوزه بثلاثية نظيفة مقابل هدف على النادي الأهلي منافسه التقليدي. مبروك لنادي الزمالك في هذه المباراة الخاصة أو البطولة الخاصة بينهما. طبعا في هذه الفقرة معي ضيفي العزيز الكريم الكابتن سعيد المصري، طبعا من الشخصيات الجميلة والكفاءات العالية في مجال التدريب الرياضي، وكذلك المدير الفني بقطاع الناشئين بنادي ام بي الرياضي. اهلا وسهلا كابتن سعيد. اهلا بيك يا كابتن احمد، منور كابتن سعيد. حبيبي كابتن احمد، الله يعزك. شخصيات جميلة صراحة. الله يعزك، انت احسن كابتن احمد. حبيبي كابتن. حبيبي كابتن. طبعا في هذه البداية طبعا هنتكلموا على حاجات كثيرة، منها كابتن سعيد الخبرات السابقة للكابتن سعيد. عايزين نتكلموا عن الكابتن سعيد المصري في عجالة كده، نبذة سريعة عن الكابتن سعيد. البداية خالص كانت بره مصر، يعني كان تمام. نادي المصري القطري. تمام. 9 سنوات ونادي السد 4 سنوات. تمام. بعد كده جيت هنا في مصر. قطاع ناشئين ولا درجة أولى؟ البراعم. البراعم. كله براعم. قطاع يعني. وجيت بعد كده في اف سي مصر 2007 ومسكت برميز رئيس قطاع البراعم، ومسكت نادي نجوم المستقبل رئيس قطاع البراعم برضه. تمام. الموسم ده ان شاء الله الحمد لله في نادي ام بي بفضل الله يعني. تمام. نادي ام بي مدير فني 2006. تمام. ان شاء الله يعني. طيب في البدايه طيب معايا مكالمه جميله طبعا من الشخصيات الجميله المحترمه، وان شاء الله طبعا بنبارك له، الكابتن محمد اسماعيل المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي انبي ورئيس جهاز الكره ورئيس قطاع الناشئين بنادي انبي الرياضي. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا كابتن احمد، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا كابتن. كابتن سعيد واحمد، اتمنى ان تبقى مداخله كويسه ان شاء الله. طبعا احنا بنبارك لك طبعا في وجودك في هذا المكان. كابتن محمد من الشخصيات والناس الاكفاء جدا القادرين ان شاء الله باذن الله بعمل صحوه ونشوه جيده ان شاء الله في هذا الموسم لقطاع الناشئين بنادي ام بي الرياضي. كابتن محمد، جهاز تشكيل الاجهزه الفنيه بالفعل تم الانتهاء؟ هو لا لسه، هو ان شاء الله بكره في اجتماع مجلس اداره لاعتماد الجهاز، وده اعتقد يعني ده اول حد يعرف ان بكره يتعلن الجهاز ان شاء الله. واتمنى من الله ان هو يبقى سنه موفقه كده، لان انت عارف ان السنه دي بالذات سنه استثنائيه. تمام. الحاجتين مهمين جدا، اول حاجه طبعا كورونا والاحداث اللي هي في البلد كلها والعالم كله بيتاثر بيها، تاني حاجه ان انت جاي بعد قيمه وقامه كبيره زي الكابتن امام، فالموضوع ده بيدي نوع من انواع عارف انت بتبقى مش تحت ضغط، بس انت عارف لما بتبقى جاي ورا حد اسم كبير وعظيم زي الكابتن امام، فاكيد اكيد بتبقى عايز تعمل احسن حاجه عشان على الاقل تحافظ على نفس المستوى، اذا ما كانش ربنا يكرمك وتحاول تحسن على قد ما تقدر يعني. هو الكابتن امام صراحه يعني من الشخصيات الجميله اللي صنعت نادي انبي بالامانه وبالاخص قطاع الناشئين، بس طبعا الكابتن امام سايب اثر طيب وهو الكابتن محمد اسماعيل، وان شاء الله قادرين او قادر الكابتن محمد اسماعيل ان شاء الله باذن الله يكون قطاع الناشئين بنادي انبي الرياضي حاجه مفرحه وحاجه جميله هذا الموسم ان شاء الله. كابتن محمد، بالنسبه للاعبون الجدد ما وضعهم؟ تمام. كيفية الاختبارات او الاختبارات، هل في بالفعل هنشوف لعيبة جديدة ولا الابقاء على قوائم اللاعبين القدامى عشان الظروف التي تمر بها البلاد؟ والله هو طبعا بالنسبة للاختبارات كانت وزارة الشباب متمثلة في الدكتور اشرف صبحي كان اعلن هو ممكن يحاول يعمل اختبارات السنة دي. تمام. بس لسه مش متأكدين من الخبر وايه اجراءات الاختبارات لو هتتعمل، بس هو في الحقيقة السنة دي بالذات اعتقد اغلبية الاندية هيبقى عندها نوع من تثبيت نوعا ما في اللاعبين، الا اذا كان واحد او اثنين بيجي نتيجه وكلاء لاعبين، حد يشوف لاعب كويس يجيبه، انما غالبا السنه دي عشان ما فيش اختبارات ممكن يبقى في ثبات في الفرق، لان عشان تعمل اختبارات او تجيب لعيبه جديده في ظل كورونا اللي هي لغايه دلوقتي لسه ما خلصتش، الموضوع بيبقى صعب في الحقيقه يعني. فانت هتكتفي بان انت الوكله اللي انت بتشتغل معاهم في سواء في كل محافظات مصر يشوف هو اللاعب عنده بيتمرن في مركز شباب، بيتمرن في نادي صغير، ده هي دي اللي ممكن هتفيد الانديه خاصه الاهلي ام بي زمالك الانديه الكبيره اللي هي بتسعى ورا كل لعيبه كويس في اي حته في جمهوريه مصر العربيه يعني. كابتن محمد، سبب التاخير او الاعلان عن تشكيل الاجهزه الفنيه الى الان، هل للتاني ولا الوضع ايه؟ والله انا هو طبعا احنا ام بي الحمد لله بيبقى عندنا كل حاجه متخطط لها. تمام. انت لو انا سالت حضرتك سؤال دلوقتي، اتفضل، قطاع الناشئين في اي نادي في مصر الاجراءات الاحترازيه اللي هيقوم بيها للعيبه ايه؟
وانت تمام. بتتكلم يعني انا هدي مثال على نادي انبي، انا عندي 400 لاعب، 400 لاعب في القطاعين الناشئين والبراعم، الناشئين والبراعم تمام، نصهم بيجي باولياء اموره معايا. فالاجراءات الاحترازيه صعبه جدا، خاصه ان انت مش كل اللعيبه بتعمل لها معسكر، يعني انت الفريق الاول في اي فرقه انت اديك شايف المشاكل اللي بتقابل ومتحات و و و و. فاحنا شايفين ان احنا التأني شويه قبل ما الموضوع يهدى شويه، ده حرصا على لعبتنا، لان احنا لعبتنا الحمد لله بنحاول نحافظ عليهم على قد ما نقدر. فالتاخير ده كان جاي مش ما يعني مش عايز اقوله تاخير، هو جاي نوع من انواع التأني لاستوضاح الموقف اكتر فاكتر، يعني كل ما دام العدد بيقل كده ده يديك طمانينه شويه ان انت تحاول تمرن الولاد، لان انت عارف عندنا القطاع ما شاء الله مطالب ببطولات وفي نفس الوقت مطالب بتصعيد لعيبه منتخبات مصر اكيد والفريق الاول في انبي. طبعا في نهاية هذه المكالمة الهاتفية الجميلة بحب أشكر الكابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي وكل التوفيق والنجاح لهذا الكيان الكبير. شكرا جزيلا كابتن محمد إسماعيل. كابتن سعيد، ما زلنا في الخبرات السابقة، كنا في نادي السد القطري 4 سنوات، مصطلح 9 سنوات والسد القطري 4 سنوات وتمام كده تمام. وبعد كده جيت بقى مصر بقى كده الحمد لله ربنا كرمني على القطاع السعيد، اشتغلت معاه في اف سي مصر موسم، وبعد كده اشتغلت في نادي بيراميدز رئيس قطاع البراعم، وبعد كده اشتغلت في نجوم المستقبل مع كابتن محمد طويل. تمام. طيب احنا بما ان بقى اللي انت خبرات وباع طويل في هذا المجال، عايز اعرف كيفيه انتقاء اللاعبين الموهوبين المميزين والمتميزين. جزاك الله خير طبعا على السؤال. الانتقاء ده انا وجهه نظري مشروع. تمام. في المشروع ده كله اي مشروع لازم يبقى فيه قواعد اساسيه نبني عليها المشروع. تمام. عندي قواعد ثلاث قواعد اساسيه مهمه جدا. عندي تعريف، يعني ايه تعريف؟ تعريف الانتقاء. عندي المراحل اللي بيمر بها الانتقاء. عندي تصنيف اللاعبين. تمام. من غير القواعد دي مش عارف اشتغل في انتقاء لعيبه. فالتعريف هو اختيار افضل العناصر المميزه من اللاعبين. هنتكلم عن المراحل اللي بيمر بها الانتقاء. الانتقاء. واحد، النظره، الرؤيه، التحليل، الاختيار. تمام. هنخش على تالت قاعده اساسيه مهمه جدا وتصنيف اللاعبين. تمام. كل الناس بتقول ايه لعيب موهوب بس، مين قال لك ان اختار لعيب موهوب بس؟ مين قال لك كده يعني؟ في مميزات وفي مواصفات خاصه. في غير موهوب لعيب مش حريف، لعيب عنده مثلا خط الظهر مثلا عنده ميزه معينه جدا، استخلاص الكوره. تمام. فدي موهبه. تمام. عنده ركوب راس موهبه، التصويب مره 18 موهبه، يعني في حاجات كتيره فيها موهبه، فكر اللاعب اساس الكوره كلها. تمام. والنهارده ميسي الميزه اللي فيه المهاره، مش المهاره خالص، الفكر. ما النهارده لو عنده حلول كتير قوي، عنده الحلول دي حاجه، والفكر كمان هو بيساعد ان هو ينجح الحلول. فالنهارده عشان اختار لعيبه لازم اعرف تصنيفها. التصنيف هنا عندي لعيب موهوب، لعيب تكتيكي، لعيب مصنوع منه واحد واثنين. واحد اثنين ده بيتنين بسرعه. واحد بيكمل معاك. اللعيب التكتيكي اللي بينفذ كل حاجه بيطلبها منه المدرب. تمام. لعيب موهوب اللي بيشبع رغبته في الملعب، اللي عنده الموهبه، اللي هو بيبدع. الله يفتح عليك. تمام. في لعيب موهوب في موهبه مغلقه وموهبه مفتوحه. مفتوحه اللي انت بتشوفها قدام عينك، ومغلقه اللي انت ممكن انت مش شايفها قدامك وبتمشيه مع ان جواه يعني هي مقفوله جواه، والتاني مفتوحه انت شفتها بعينك والتاني ما شفتهاش. فازاي تجمع تجيب دي ازاي؟ فدي عاوزه خبرات وحد يكون عنده خبره كبيره قوي في حته الانتقاء دي، مهمه جدا. تمام يعني. طيب بالنسبة طبعا احنا عارفين ان البراعم في مراحل تعلم. تمام. الولد وصل لمرحلة النضج. تمام. هل انا الجسم هيفرق بقى؟ يعني وصلت لمرحلة النضج بالنسبة للمهارات الاساسية، هل البنيان الجسدي للولد هيكون ليها عامل مهم؟ يعني الولد مثلا بنيانه ضعيف جدا ووصل لمرحلة النضج من خلال مراحل التعلم اللي اتعلمها. تمام. من المهارات الاساسية. تمام. هل سيتم استبعاده ولا مكمل؟ لا، ما هو في فكر مدرب بقى هنا. بقى يقول لك اصل لعيب قصير طويل. الكره. أيوة. الكره القدم مالهاش دعوه قصير وطويل. انا بتكلم دلوقتي ميسي، مارادونا لو جه من 50 سنه كان مشوه، كان تمام. مشي بالطريقه اللي الناس بتفكر فيها. أيوة. احنا كلام كده لان في اولاد مظلومين فعلا وبره الانديه حاليا. ليه؟ البنيان ضعيف جدا، الولد مش قادر، لان في التحامات، في قوه جسديه وطبعا مبنيه على كمان كله بيفكر بالطريقه اللي حضرتك قلت بيها دي. تمام. عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا. هي لعبه اسمها لعبه ايه؟ كره قدم ولا العاب قوه؟ لا، قدم. يبقى عايزين العاب قدم مش عايزين العاب قوه. العاب قوه نجيب مثلا بتاع العاب قوه يلعب معانا احسن، نجيب بتاع ماراثون يبقى موجود معانا احسن. هي دي كره قدم، فكر. الفكر اللي هو بس هو الفكر اللي بيشتغل بيه. اما انت النهارده تقول لي مثلا عنده قوه، عنده 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 قوه، لا ما عندوش قوه، طول القصر مش محتاجينه قوي
في اختيار اللاعبين قوي، ولكن في بعض المراكز محتاجين فيها طبعا طول اكيد، في مثلا خط الظهر موجود فيه. عندنا كان لاعب عندنا زمان اسمه شير حنفي في النادي الاهلي، في الاهلي كان قلب دفاع، كان مش طويل قوي يعني كده، بس عنده جنب عالي، مش لازم تحطه في قلب دفاع، ما انت عندك لعيب موهوب استغله. هو اكتر اسامي الاسماء المذكوره على مستوى العالم، اسماء لعيبه كلها حريفه نجوم وكانوا قصيرين كلهم منها في مركز حراسه المرمى، كامبوس بالمكسيكي، الله يفتح عليك سيد في نادي الزمالك لو تفتكر طبعا كابتن حسين يعني طبعا حارس مرمى الزمالك طبعا اكيد. كابتن سعيد، بالنسبه برضو للاعبين الموهوبين، هل لهم طابع خاص ولهم وضع خاص عن بقيه زملائهم في الفريق، ولا المجموعه كلها واحده بتاخد الشغل؟ يعني الشغل الفردي التخصصي للاعبين الموهوبين دول، ولا الفرد التخصصي مقصور على الاخطاء وكيفيه اصلاحها؟ لا، الموهوب ده ليه معامله خاصه. تمام. ازاي الموهوب ده اصلا بطبيعته خالص عاوز يبقى على رغبته، فانت ازاي انت تخليه يبقى على رغبته؟ يعني انا واحد من الناس بحب اللعيبه الموهوبه. تمام. يعني طويل قصير دي ما تفرقش معايا خالص، يعني اهم حاجه اللاعب الموهوب. الله يفتح. لازم يكون عنده كوره، اصل الكوره بتلعب بالفكر، مش بتلعب مثلا تمام بالقوه الجسمانيه. تمام. فالنهارده اللاعب الموهوب ده ليه طبع خاص. ازاي يعني؟ لو هو عايش على رغبته انا اخليه يشبع رغبته بس بطريقه تخدم الفرقه كلها. تمام. ما ينفعش اخليه مثلا يشتغل لوحده، ولا ده تجيب رغبتك لوحدك والفرقه كلها تروح فين؟ انت معاك 11 لعيب، مش انت لوحدك، ومعاك جمهور ومعاك كيان كبير، مش انت لوحدك يعني. فاحنا ازاي انت كمدرب في طبعا مدربين بتقسي جامد على اللعيب، اللي هو بلاش 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 خليش على رغبته، بس خليها في حدود، ما انت لازم واحد لازم هو في كل الحته دي. تمام. في زياده عدديه، في مثلا فرقه مثلا عندك خط الدفاع في خط الظهر، ازاي ده يحله؟ هينزل يحل لك المشكله دي كلها؟ ما انت قاعد تزعله بدري وقاعد تدوس عليه من بدري. هو اللاعب عايز يشبع رغبته، انت ازاي كمدير فني او كمدرب ازاي تفك له اللغز ده؟ تمام. ازاي نخليه يبقى في خدمه الفرقه؟ اما شغل التخصصات كلها طبعا اللعيب الموهوب ده، الموهبه دي حاجتين، لا اما اخليه يبطل، انا كمدرب خليه يبطل. تمام. يبطل كوره، لا اما اخليه انا انمي الموهبه اللي عنده. مفيش حاجه اسمها على فكره لعيب موهوب واحنا هنقعد جنبه كده، لا مفيش حاجه اسمها موهوب. تمام. هو اللعيب في حاجه، خلي بالك، في موهبه مكتسبه وموهبه ربانيه، اعرف فرق من الاثنين. موهبه مكتسبه، انا كلاعب كنت احمد المدير الفني بتاعي بيكتسبني بكتسب منه مهاره. تمام. اسمها مهاره مكتسبه، زي ماتيس وسيزا وريفيرينو بتاع 8 مرات 9 مهارات. تمام. او مارادونا او كريستيانو كده يعني. فانت ازاي انت ازاي تفصل بين اللاعب اللي عنده مهاره مكتسبه واللاعب عنده مهاره ربانيه ربنا اختصه موجوده بعد. موجوده عليك. فانا افصل بينهم الاثنين، لعيب رباني ده حاجه كبيره قوي، ده حاجه كويسه قوي. تمام. اقدر اخد المكتسبه دي هياخدها يطبقها على طول. انا عندي مجموعه من اللعيبه نفس اللي بتقول عليها دي، على فكره مش موهوب ولكن لعيب تكتيكي فاهم، بيطبق كل اللي يقول عليه يطبقه، كل حاجه ينفذها. تمام. هي المشكله هنا ان المدرب بيقدم الخدمه ازاي، بيقدم الوجبه ازاي. انت ممكن تجيب اي وجبه كلها، ممكن تاكل عادي. تمام. ولكن الوجبه تقدمها ازاي؟ زي مثال يعني، النهارده مثلا عندي مثلا عشان نثبت المهاره، كل المدربين عندهم مشكله ان بيعلموا اللعيبه كلها المهاره ولكن ما يطبقوش في الملعب. ازاي؟ طب تيجي ازاي؟ في مشكله في تثبيت المهاره. تمام. تثبيت المهاره دي في قصه كبيره نتكلم فيها بعدين ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن سعيد، بالنسبه للاعبين والاختبارات الحاليه، طبعا اشار الكابتن محمد اسماعيل رئيس القطاع ان لا مانع من اي وكيل لاعبين او اي مدرب زميل عنده لعيب مميز ان يجي يتم اختباره او رؤيه الجهاز الفني. طيب. البدايه بدا بالفعل الكلام ده ولا لسه هيبدا؟ هو المفروض، انا عرفت ان 1/9 المفروض الاختبار تفتح. تمام. ولكن الكابتن محمد اسماعيل كلمه جزئيه مهمه جدا. هو بيتكلم على وكلاء. تمام. المعتمدين عنده. مش اي حد، انا اشتغلت في مصر ومصر كلها كلمتني في نادي افس مصر ان عندي لعيبه على مستوى عالي. تمام. عندي كلهم ميسي ومارادونا. طب ازاي انت جاي لي وبعد مثلا بقالنا شهرين، الناس شهرين شغالين وجاي لف مصر كلها وجاي لك انت؟ فاذا هو ما عندوش. فانا جربت الحته دي. فكابتن محمد اسماعيل بيتكلم في جزئيه مهمه جدا. تمام. ان هو عنده وكلاء معتمدين، يعني بيقول لك لعيب كويس وفاهمين برضه، عارفين لما يكون لعيب كويس يبقى لعيب كويس. هي الحته الانتقاء دي، بيقول لك لعيب في فرق من لعيب كويس، في واحد انا مكلفك ان انت تنتقي لعيبه كويسه. تمام. ففرق من اللي يجيبك لعيبه لوكيل لاعبين، وفرق من اللي انت مكلفه ان هو يعني انتقاء، يبقى عندك قواعد اساسيه تختار عليها. تمام. مش خلاص وخلاص يعني. في لعيبه على فكره، في لعيبه كتير، ما انا قلت لك حاجتين، الموهبه دي حاجتين وهو مغلقه مش باينه في اللاعب، وهو ممكن لاعب يجي لك بعد سنه انت اشتغلت معاه واجي اشتغل معاه اطلع عنده كله، يقول لك الله ده فرق جامد قوي. تمام. المدرب التاني ما شافش الموهبه، فخلي بالك في حاجه اسمها موهبه مغلقه وموهبه مفتوحه، المفتاح اللي انا اشوفه بعيني قدام عيني كده لفت نظري يعني. كابتن سعيد، بالنسبه برضو لقطاع الناشئين نادي انبي، طبعا كيان كبير طبعا، والكابتن امام محمدين طبعا يعني بسم الله ما شاء الله اثر في هذا القطاع، وطبعا طلع لنا لعيبه جمال ان شاء الله باذن الله. عايزين بقى حاجه كويسه من الكابتن سعيد،
هتقول لنا بقى مدير فني مويد كام ولا لسه بقى لما تعلن غدا ان شاء الله؟ والله انا طبعا انا محتاج نادي انبي طبعا، مشرف ليا كبير، وانا كنت اتمنى اقوم جيت من مصر طبعا. الحمد لله اي مكان اشتغل فيه تمام. الحمد لله مهما كان مكانته انا الحمد لله بادي على اكمل وجه. النادي انبي ليه طبع خاص تمام. يعني عنده اللعيبه الحمد لله القصه عنده مكتمله. محمد اسماعيل على فكره قعدت معاه من الشخصيات المحترمه جدا 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 شخصيا وفكريا، تمام. قعدت معاه عرفت ان هو راجل بتاع كوره. كابتن محمد امام محمدين الناس الجيده جدا، استاذ 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 استاذ، وهو تمام. ليه بذره موجوده تأكيد. لو كابتن محمد اسماعيل هو رمى البذره والبذره كبرت قدامه، البذره موجوده في النادي تمام. مش هو لوحده على فكره، في ناس مسؤوله كبيره من مجلس اداره لغايه اصغر واحد في الاداره في الجهاز يعني. طيب كابتن سعيد، بالنسبه برضو بنتكلم عن الانتقاء، الولد اللي هو دخل في مرحله معينه ووصل لمرحله معينه، هل ممكن يجي لاعب اخر بواسطه يخش مكانه؟ انا سعيد المصري ما عنديش واسطه. ايوه عايزينها صراحه كده، لان طبعا ما عنديش واسطه. ولو تيجي على واسطه ما ينفعش، اصل انا مؤتمن على المكان ده تمام. وفرقه 2006 واي مكان لو 2012 تمام. لازم ابقى مؤتمن على المكان ده. الواسطه ليه؟ ما انت قليل الواسطه ليه؟ اثبت نفسك وانت موجود. لو معايا 40 لاعب كل انا مثلا معايا 40 لاعب في قطاع، ومثلا 2006 دي محتاجه مثلا صف لعيبه، فما عنديش الكلام ده خالص. لازم اشوف اللعيبه كلها بعيني. هتديني تقرير، هتديني تقرير من عندك؟ ما عنديش الكلام ده. هشوف التقرير واشوفك انت كاتب التقرير ازاي، وبناء عليه هعرف شخصيتك ايه. هل فعلا انت عندك امانه ما عندكش امانه؟ هشوف اللعيبه كلها عشان اقدر احكم عليهم. اللعيب يجي لي من بره واسطه بالتليفون، ما عنديش الكلام ده. حصل ما حصلش معايا في النجوم بفضل الله تمام. والحمد لله عشان كده نجحنا في كل مكان بنروح فيه. ده كان حاجه كويسه، كانت حاجه مفرحه وحاجه ممتازه في نادي النجوم صراحه. عملنا عملنا فرقه محترمه جدا، لعبنا في كاس بطوله الصيد، عملنا انجازات محترمه جدا جدا كده من جميع الفرق بفضل الله، وصعدنا الفرق كلها حتى في القطاع نفسه صعدنا الترقي بفضل الله يعني. طب الحمد لله. كابتن سعيد، برضو ما زلنا في انتقاء اللاعبين. بالنسبه لاسس الانتقاء احنا عرفناها تمام. الولد اللي جاي لي ومنتقي انتقاء جيد، لو الولد لو هذا الولد في ما بينه وما بين المدرب حساسيه، هل ممكن المدرب يمشيه ولا رئيس القطاع هيفصل هذه؟ لان وارد وموجود في مدرب بيكره ومدرب بيحب، هل القاعده دي موجوده ولا موجوده؟ طبعا اكيد موجوده طبعا، وفي لعيبه بتبطل. طب ايه رايك فيها عامه، مش على ام بي؟ انا بتكلم على العموم. على العموم، ايه رايك في هذه الجزئيه وهذه النقطه؟ الانتقاء كل اللي قلت لك قاعده اساسيه على العموم. انا بتكلم دلوقتي لو في انا مدرب نفسي يعني، انا اصلا مش اصلا انت غير امين على المكان ده، غير امين. طالما انا الملعب ما فيش ملعب حاجه وجوه الملعب حاجه ثانيه، لازم عندي امانه تمام. على فكره ممكن تبقى مدرب شاطر قوي، ما عندكش امانه انت مش مدرب شاطر تمام. اف عندك امانه واخلاص، ما عندكش مدرب فاضي، ما ينفعش الشغل اصلا في التدريب. لازم تجمع بين الاخلاص والامانه ومدرب فاهم تمام. فالنفسيه دي بره الملعب مش جوه الملعب. انت ما تزعلش مني، انت بتخسر لاعب، انت بطل لاعب، ما فيش الكلام ده خالص. المفروض رئيس الجهاز يتابع مباشر. يعني مثلا انا فوقية مثلا رئيس قطاع ما اعرفوش مين، ولكن كل التقدير ليه، احترمه كل حاجه دي، ولكن انا ليه اختصاص، لان شغلي ليه اختصاص. اللعيب اللي هيجي انا مثلا اختبار، عندي اختبارات راح اطرح الاداره، خلي اختبارات يوم معين اجي فيه، اجي فيه عادي يعني، شفت هاجي فيه يعني، افضي نفسي فيه واجي لك فيه، عشان انا افضل اللعيبه دي تمام. انا مش هركز معايا، هركز مع ده، بحيث ما تعرفش تدخل لعيب جاي من بره دخله على قطاع موجود، اللعيب موجود طبعا. خلي بالك في نفس النفسيه مهمه جدا بين الاثنين، يمكن لعيب كويس قوي، عشان كده بقول لك مش اي حد ينتقل لعيبه، مش اي حد يقول لك ايه اليوم ده انا ممكن اشتغل الصبح الساعه 12، ممكن اشتغل الساعه 12 الظهر، لعيب جاي من السفر، ده انا كده هكسره، ده انا كده هخليه يبطل كوره. صح، هيبقى فيه هيمشي وجاي من السفر مجهد، واللعيب بتاع ابن النادي قاعد مسلطن وقاعد على رجل على رجل ومرتاح وموجود في النادي، فانا ده خالص عندها واشوفه بعيني تمام. طب اخيرا كابتن بن، انت مع ولا ضد ال 2006 تلعب دوري الجمهوريه اللي هم لسه مواليد 14 سنه؟ طالما قالوا انا انت مش فارقه، لا كده كده فرقه كويسه، ما ركزتش فيها خالص والله، ولكن انا مش فارقه معايا، ما احنا لعب ما هنلعب بعضين، احنا مثلا نلعب مثلا يعني انا عاوز استفاد مع مين؟ مع فرقه كبيره تمام. والاحتكاك ده مهم جدا، ان انا مثلا العب فرقه 7 15 0 تمام، ما لهاش خالص. صح صح، ما فيش احتكاك. الله يفتح عليك. هنبني جيل ازاي؟ هنبني جيل ازاي؟ هنبني جيل هلعب مثلا في فرقه اقل مني مثلا اكسبها 15، وعين اللعيب خلي بالك مش هتطور، عمره ما هيتطور اللعيب، طالما المنافسه قويه اعرف ان في جيل هيطلع كويس قوي تمام. على فكره 2006 على مستوى مصر كلها كويسه جدا جدا، عناصر كويسه جدا، و2007 جايه من تحت كمان خلي بالك تمام. الفرقتين دول مهمين جدا جدا، وانا شايف ان انبي هيلاعب الاسماعيلي، ما عادي يعني هيلاعب الاسماعيلي عادي، ما فيش مشكله عندنا يعني. اصل انبي نادي قمه، والاسماعيلي نادي قمه، الفرق كلها ما شاء الله عليهم، اصل تقريبا هيلعبوا 18 لعيب، 18 فرقه بتاع الدوري الممتاز هم لعبوا بس على ما اعتقد يعني. فلو حطوا الف حتى والممتاز بيه حطوا باء، انا احتاج جامد جدا، واحنا احب كده
اللي احنا نشوف اللعبه كلها. هو في طبعا او في كلام كثر ان هيكون في دوري جمهوريه للانديه الممتاز به، واحتمال يضمهم الفرق اللي هي منسحبه او اللي مش هتخش دوري جمهوريه ممكن يدخل مكانها ممتاز به. تمام، دي تحت دراسه. سريعا او في نهايه هذه الفقره كابتن سعيد، حابب تشكر مين كده على الهواء توجه له شكر خاص؟ اكيد في ناس اتعلمت منهم وما زلت اتعلم منهم، كابتن طارق خليل طبعا كان بدايتي معاه، وبعد كده ده حاجه كبيره قوي في الكوره طبعا، وانا قيمه كبيره انا محترمه جامد. كابتن بدر رجب طبعا ده حبيبي واخويا وصاحبي وجدعنا كلها، الحمد لله متواصل معاهم على يوميا معاهم بفضل الله، وهم منتظرين مني ان انا ابقى في مكانه، يعني ايه عاوزين اوصل حتى منتخب مصر ان شاء الله، ودي خطوه كبيره نادي ام بي دي، ده طريق بفضل الله بفضل الله، وانا عندي طموح ان شاء الله يكون منتخب مصر مش الكبير طبعا، هاخد حتى على واحده واحده كده ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكر كابتن محمد اسماعيل نادي ام بي، على فكره انا شرف ليا طبعا، ومش كلام على فكره، انا مش في مكان بخلص فيه بفضل الله، ربنا يوفقك. بعتبر نفسي من ضمن مثلا من 10 سنين موجود في بفضل الله، ربنا يوفقك. في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الكابتن سعيد المصري المدير الفني بقطاع الناشئين بنادي ام بي الرياض، شكرا جزيلا. جزاك الله خير، تحت الشكر. هنطلع لفاصل ونعود نستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن خالد كمال رئيس لجنه مسابقات البراعم بمنطقه الجيزه، والكابتن مجدي رشوان المدير الفني بنادي التعاون الرياضي.